نال جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام وهم أضل أولئك هم الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدوا النبي قل لمن في أيديكم من الأسار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فيغفر لكم ولا يغفر لكم. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأطيعوا المؤمنين كافة كما يؤذنكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم يسرق لا يجدوا ما ينفقون. وكان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطهر موطئا يغيظ الكفار ولا يخافون من عدو الله إلا كتب لهم بها مرصا الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتظنوا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فلولا كلمة ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأنا الذين أنزلوا الآيات فاتقوا الله حق تقاته وأنزلوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مدينه مريسا قال انكم معتابرين قال نسوة في المدينة امرأة العزيز يراود متاعها نفسها شغفها ربها في ضلال مبين وذكر في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يبدأ ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة فأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون صحة ربي السماوات
دي وعد متغورة تجي من تتلنا كل هذا موسى بآياتنا أنا غير ما كان يا عبد الرحمن